بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي يا جماعة مجموعة من الأفلام بتاعت الإكس راي. هي دي الأفلام اللي اوريدي موجودة، واحتمال تيجي أفلام غيرها. لو جت أفلام غيرها هنبقى حريصين تبقى نفس صورة الأفلام اللي انتوا شفتوها. دلوقتي واضح قصادي مجموعة من الفقرات أهي، عايز أتعلم إزاي أعد الفقرات. طبعا الحتة البيضة دي كلها ده جزء من الإسقل، جزء من الإسقل. هبتدي أعد بقى، يبقى المفروض ده أول حتة بعد الجمجمة على طول، يبقى المفروض ده السباين بتاع سي واحد، السباين بتاع سي اتنين، السباين بتاع سي تلاتة، السباين بتاع سي أربعة، السباين بتاع سي خمسة، السباين بتاع سي ست. طب ما أنا عندي مشكلة إن أنا خدت أصلا إن سي واحد اللي اسمها أطلس لا تمتلك سباين. قال لا، لا تمتلك سباين، أمال ده إيه بقى؟ ده اسمه مش سباين اوف سي واحد، لا بوستيريور ارش اوف سي واحد، بوستيريور ارش اوف اطلس او بوستيريور ارش اوف سي واحد. ويبقى ده السباين بتاع سي اتنين، السباين بتاع سي تلاتة، السباين بتاع سي اربعة، السباين بتاع سي خمسة، السباين بتاع سي ست. انا عايز اتاكد ان ده السباين بتاع سي اتنين. اقول لكم يا جماعه انا اتاكدت ازاي، بيبقى اعرض سباين، اتخن سباين. اعرض سباين هو السباين بتاع سي كام؟ بتاع سي اتنين. يبقى اعرض سباين بتاع سي اتنين، ويبقى ده البوستيريور ارش بتاع الاطلس، سباين اوف سي 2، سباين بتاع سي 3، سباين بتاع سي 4، سباين بتاع سي 5، سباين بتاع سي 6. وطبعا الفقرات اهي، ادي البادي بتاع السيرفايكال فيرتبري رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6. يبقى واول ما هيجيلي اي فيلم، اي فيلم في سنه تانية، هقول دايما نوع الفيلم بلين اكس راي، بلين اكس راي. الفيلم ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا. احنا هنتفق اتفاق، العظم بيبان ابيض ولو في هوا يبان اسود، العظم يبان ابيض ولو في هوا يبان اسود. اول ما هيجيلي فيلم اشعة في سنة تانية، هقول ان نوع الفيلم بلين اكس راي. واضح ان ده منظر جانبي. ليه؟ اصل يا جماعة بيظهر في اوربت واحد، لو ظهر اوربت واحد الاسود ده
يبقى نوع الفيلم lateral view، منظر جانبي. بصوا بقى يا جماعة أنا هشتغل منظر جانبي إزاي. أولا واضح إن العظمة دي هي المندبل، واضح إن الحتة دي في المندبل اسمها ريموس اوف مندبل، واضح ان الحفرة اللي في الابر بارت بتاع الريموس اسمها مانديبولار نوتش، مانديبولار نوتش. الحتة دي هي الراس بتاعت المندبل، ومادام دي شايفين بيضة ازاي يا جماعة، مادام دي الراس بتاعت المندبل يبقى الجوينت ده اسمه تيمبرو مانديبولار جوينت، تيمبرو مانديبولار جوينت. امال ايه يا دكتور الابيض اللي ورا ده؟ يبقى برضو عظم. الابيض اللي ورا ده يبقى ماستويد بروسس، ماستويد بروسس. دلوقتي انا عايز احدد اربعة بارانيزال ساينسس. البارانيزال ساينسس يبقى جواها هواء، واحنا قلنا الهواء يبان ايه يا جماعة؟ اسود. طب اعرفهم ازاي؟ اول حاجة حدد الحتة البيضة الكيرف دي، الحتة البيضة الكيرف دي اسمها فوسفور بيتيوتري جلاند او سلة تورشيكا، سلة تورشيكا. يبقى يا جماعة اول ما بعمل بحدد الحتة الكيرف البيضة دي اهي، دي اسمها سلة تورشيكا. الاسود اللي تحتيها وقدامها بشوية، شايفين يا جماعة الاسود اللي تحتيها ده وقدامها في نفس الوقت، كل ده اسمه سفينويدال اير ساينس، سفينويدال اير ساينس. اهو واضح ان السفينويدال اير ساينس خلصت هنا. شايفين الخط الابيض ده؟ ده يبقى عظم. طب ما هو يا دكتور في بعض الخط الابيض ده في سواد اهو، السواد ده اسمه اسمويدال اير ساينس، اسمويدال اير ساينس. لو انتوا لاحظتوا الاسمويدال اير ساينس موجودة قدام السفينويدال، يبقى لو دي سفينويدال يبقى اللي قدامها دي اسمويدال، والفصل بينهم خط ابيض عظم اهو. امال ايه يا دكتور السواد ده؟ واضح ان السواد ده فوق السنان على طول، فوق السنان العلوية. ما دام دي السنان العلوية يبقى المفروض دي منطقة المجزلة. السواد اللي فوق السنان على طول اللي موجود في منطقة المجزلة اسمه مجزيلاري اير ساينس. لو انتوا لاحظتوا كده الاسمويدال اير ساينس فوق وتحتها المجزيلاري اير ساينس، تحتها مجزيلاري اير ساينس. طبعا احنا اتفقنا ان ده الاوربت اهو الاسود ده. السواد اللي فوق الاوربت اللي ممكن يبقى اوضح من كده، ده مكانه يا جماعه اهو،
الحتة السودة اللي في الأبيض دي، دي اسمها فرنتال اير ساينس. يبقى الفرنتال اير ساينس شرطها انها تبقى فوق مين يا جماعة؟ الاوربت. طبعا الحتة دي، دي الانجل بتاعت المندبل، انجل اوف مندبل. نيجي لعد الفرتبري او الاسكالا هي يا جماعة، يبقى اول واحدة دي مش سباين، احنا قلنا نسميها بوستيريور ارش اوف اطلس. ادخن واحد يبقى بتاع سي 2، يبقى ده السباين بتاع سي 3، السباين بتاع سي 4، السباين بتاع سي 5 وهكذا. هقول الساينس الثاني، احنا بنحدد الفصة بتاعت البيتيوتري جلاند او السلة تورشيكا، الابيض الكيرف دي، يبقى السواد اللي تحتها وقدامها ده السفينويدال اير ساينس. اللي قدام السفينويدال ده يبقى اسمويدال، اللي تحت الاسمويدال وفوق الاسنان العلويه مباشره ده يبقى ماكسيلاري اير ساينس.